الله ان شاء الله مسافرين. عايز اسالك بقى، انت بتقول لي وانت نازل الطياره واستقبال كما استقبال الرؤساء، ثم القاعه بجمالها وانفنتينو بذكائه الخارق للعاده والاساطير الكرويه، ثم نفاجئ بالرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب بيفتتح القرعه بكلمه مطوله، ثم ابنة ترامب موجودة قاعدة جنب سعادتك، وحفيد ترامب قاعد جنب سعادتك. لا لا، احنا شفنا واتكلمنا وقلنا، لكن انت عشت اكيد يوم من اجمل ايام حياتك ولحظة من اسعد اللحظات، لكن احكي لي اللي احنا ما شفناهوش، الكواليس اللي الناس تحب تعرفها من وزير خارجية النادي الاهلي سفير السعادة المهندس خالد مرتكي. انت نسيت تقول لأندريا ليما اللي هي الاهلي. لا ده انا امبارح قعدت اتغزل فيها يا عم من كل الناس دي. حد لذيذ جدا، واحده والله كتبت قالت لك فانا قلت بقى انا قعدت اتغزل، فقالت ده المقطع اللي مش هيخلي شوبير يبات في البيت النهارده، فرحت انا كتبت لها روحت انا روحت على راي عبد الحليم حافظ يعني. لا بص يا كابتن، طبعا الواحد كان، انا كنت مبهور الحقيقه. نعم. اولا انبهرت بالتروفي بالكاس. نعم. قبليها احنا احكي لك اللي حصل قبليها. ايوه احكي لي بقى. الله يخليك. اسمعوا وعوا وافخروا، يعني خليكم كده في حاله الفخر والزهق وانت بتسمع دلوقتي النادي الاهلي وهو وسط الكوكبه العالميه سواء انديه او اساطير. بص يا كابتن، احنا وصلنا يوم انا وصلت الثلاث بالليل. نعم. الحقيقه استقبلت استقبال الفاتحين زي ما بيقولوا. جميل. في الاوتيل نفسه. حلو. يعني طبعا من بدايه الطياره كان استقبلني راجل بتاع البروتوكول. ورحت لقيت عربيه حاجه رهيبه مستنياني ووصلاني لغايه الاوتيل. نزلت بالاوتيل لقيت مين مستقبلني؟ ماتياس صديقي جدا. سكرتير عامل فيفا. ايوه. ودان اوتيلو اللي هو المساعد بتاعه. لقيت ارسن بنجر. نعم. لقيت جوركايف وهو ده حبيبي جدا برضه يوري. ولقيت نيبت، نور الدين نيبت نجم المغرب الجميل، وحسين خارجه. نعم. وكل الناس دي جت بقى قعدوا معايا واتكلموا، واحنا مبسوطين ان الاهلي موجود وانت الاهلي في كل حته. حلو. ده تسع مرات كاس العالم. انتوا نادي، يعني عارف بتحس بقيمه النادي الاهلي طبعا وانت في وسط الناس دي. والله بجد، يعني عارف اما انا بعتبر يعني بشبهها بايه؟ اما تلاقي شخصيه جامده جدا انت نفسك بتروح تقابلها، نفسك عارف تروح عايز تصور معاها. انت ما بتبقى بتمثل النادي الاهلي، الناس بتجيلك لغايه عندك. أيوه. انك انت بتتكلم عن النادي الاهلي واحنا والله يا كابتن بيكلموني عن انتر كونتيننتال، نتمنى ان انتوا تلعبوا ريال مدريد عشان عايزين نتفرج على 92,000 في استاد لوسيل. نعم. يعني بتحس ما هو وجود الاهلي ده نجاح للبطوله. ما انا بقول لك خلي بالك، هو زي ما يعني من ايام بلاتر كان يقول لك. نعم. ايه يقول لك؟ نجاح البطوله مش باللعب الحلو، نجاح البطوله بعدد الناس اللي بتتفرج عليك. صح. فبالتالي النادي الاهلي وجوده في اي حته بيفرق، بدليل. نعم. انك انت النهارده اما تعرف ان الاهلي هيلعب انتر ميامي في الافتتاح كان المفروض يوم الاحد الساعه 12 الظهر. نعم. والله بعديها بص يا كابتن، اول ما قالوا الاهلي، يمكن انا في حته ما حدش خد باله منها. نعم. لما جت ايه ان احنا الاهلي، انا قلت يس. ليه يس؟ لان لقيت اسمه ايه باعت لي السكرتير عام فيفا. باعت لي يو ار جوينت تو بلاي ذا اوبننج جيم. اول ما قالوا الاهلي. اول ما قالوا الاهلي. حلوه. وانت قاعد. وانا قاعد والله العظيم على الواتساب. حلو. فدي شفت الحلاوه. حلاوه اكبر من كده. حلاوه. نعم. عايزين نبات في البيت ده النهارده عم خالد بقى. يلا بيه. فبالتالي دي بالنسبه لي راح جاي لي بعد القرعه على طول. بعد ما خلصنا لقيت جاي لي ماتياس بيقول لي بص يا خالد، احنا عندنا مشكله ان الاهلي طالما هيلعب انتر ميامي يبقى احنا بنتكلم على فول ستاديوم، يبقى مش هينفع الماتش يبقى الساعه 12 الظهر يوم الاحد، لازم نعمله يوم السبت الساعه 8 بالليل. قال لي انا هبعت لك كوميونيكيشن وهرد عليك. غيروا نظام البطوله. النهارده غيروا نظام البطوله. نعم. كانت هتفتح يوم 15. هتفتح يوم 14 الساعه 8. وانت اللي هيختصتنا بالخبر ده في المكالمه. علشان. نعم. النادي الاهلي هو اللي هيلعب الافتتاح. فشوف يعني يا جماعه، انا والله قلتها معاك انت. نعم. او مش فاكر قلتها مع مين يعني. انا مش بتكلم ان الشعب المصري بجميع انتماءاته وبجميع طوائفه وبجميع فئاته، اهلاوي بقى زملكاوي اسماعيلاوي مصراوي، يفخر
ان في كيان ومؤسسه اسمها النادي الاهلي. طبعا سيبك على الانتماءات. نعم. يفخر. نعم. ان في الاهلي ده موجود في مصر. فيعني وربنا يكرم الاهلي ودايما يبقى هو صاحب السعاده زي ما قلت. طيب الاهلي وهو بيعلن انه هيلعب مباراه الافتتاح، واللجنه المنظمه هي بتعلن عن تغيير موعد مباراه الافتتاح لان الاهلي موجود، خلي بالك بتتكلم في امريكا على بعد الاف الاميال، لكنهم بيراهنوا على التواجد الجماهيري المصري والتواجد الجماهيري طبعا لانتر ميامي، بتتكلم في ميسي سواريز بوسكيتس والبا، يعني اسماء كبيره عظيمه. هل بدات تشعر بالخوف ساعتها انه الاهلي الافتتاح انتر ميامي ليونيل ميسي الاسماء العظيمه اللي موجوده دي؟ بص يا كابتن، هو حتى كان قاعد جنبي اللي هو ماسك المدير الرياضي بتاع نادي الهلال السعودي وهو ده كان، انا كنت اعرفه من ايام ما كان كان شغال في برشلونه، ايام ما جبنا برشلونه 2007 ايام جون لابورتا وكده، لما عملنا المئويه في مصر. فبيقول لي انتوا في اسهل مجموعه ودي حاجه كويسه وبتاع. قلت له لا مش اسهل. مين اللي قال اسهل مجموعه؟ انا بقول المجاميع كلها صعب طبعا. انت النهارده على راي كابتن خطيب لما بكلم، كان طبعا كابتن خطيب كان معايا على التليفون على طول، افتقدته طبعا في الرحله على طول. بص لا دي لازم تيجي، دي عايزه كلام. مش عايزه مش عايزه كلمتين كده. نعم. فالنهارده انت بالميراس دي برازيلي، ناس جادين جدا بيلعبوا بجديه جدا، وبرازيل يعني برازيل دي اساس كره القدم. نعم. وعندك بورتو يعني ده برتغال، وناس جادين جدا. نعم. انتر ميامي انا متاكد انه هيعمل برضو صفقات. خلي بالك سواء بيكم النهارده لو خدت بالك اول امبارح بيكم حاطط الستوري بتاعته على الانستغرام. نعم. الاهلي انتر ميلان انتر ميامي مع الاهلي. نعم. برضه يعني ما هو لو الاهلي ده ملوش قيمه ولو الاهلي ده ملوش شعبيه الناس ما تفكرش، فاهم ازاي؟ ما تفكرش تغير لك معاد طبعا. فبالتالي النهارده انت بتبقى سعيد انك انت فعلا بتمثل حاجه دي. انا عايز اقول للناس بس انه من البدايه معروف ان انتر ميامي هو هيلعب مباراه الافتتاح بالظبط، ده من البدايه بالظبط. والساعه 12 يوم الاحد مظبوط تمام. ما كانوش متخيلين الاهلي انه الاهلي اول ما الاهلي راح مغير الجدول بتاعه. فدي دي 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 بس تحسسك بقيمه النادي الاهلي.